السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة وملخص جديد. سنتحدث عن بعض الأحداث التي ستكون الشهر القادم. كالعادة لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة، كذلك لا تنسوا إخوانكم من دعائكم ولشهدائنا بالرحمة. نبدأ بهذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. وهنا نأتي ليو اف سي سعودي عربيا، أول حدث لليو اف سي في المملكة حاليا، هي نقطة جيدة جدا للمملكة العربية، محطة أخرى ونجاح آخر في استقبال عروض الفنون القتالية، خاصة بعد تغطيتهم للبي اف ضد بلاتور، تغطيتهم الرائعة للنزالات القوية للملاكمة. مع أني حاليا يعني عندي مشكل وحيد مع تغطية المملكة لهذه العروض، اللهم تأخيرهم بالوقت. يعني المرة الماضية أنا لم أستطع السهر الثانية ليلا، يعني وهو كان التوقيت الرابعة صباحا قتال جوشوا ضد أنغانو، أنا والله تعبت. يعني لو جاء التموها 12 منتصف الليل بتوقيت المملكة كان أفضل وأفضل. سنشاهده مثلا أنا في الجزائر، سنشاهده 10 ليلا 9 ليلا، يعني الواحدة صباحا، والله أتعبني الأمر. يعني هذه نقطة أنه يخططوا للعرض بشكل جيد جدا، أنه القتال الرئيسي يكون متقدم قليلا، وهذه نصيحة. يعني كالمعرض العرض عفوا يكون سمود، يمر بشكل سلس وجيد جدا، خاصة أن لديهم الخبرة في نقل هذه العروض الرائعة. بالتالي كما قلنا اليو اف سي حاليا ليلة جيدة جدا، ستكون محطة رائعة مستقبلا. وهنا نأتي لحديثنا للعرض الرئيسي لهذا العرض، وهو تشيمايف ضد روبرت واتير. تشيمايف ضد روبرت ويتاكر، يعني تعتبر القتال الأول لتشيمايف، قد نقدر نقول ضد مقاتل من فئة الميدل ويت حقيقي. يعني مع أنه روبرت ويتاكر بوبي يمكن القول أنه كان سابقا مقاتل والتر ويت، لكنه نام بشكل رائع جدا في الميدل ويت، قاتل لمدة طويلة في الميدل ويت، كان بطلا سابقا لهذه الفئة ودافع عن لقبه لم تكن الذاكرة، واجه الكثير من المصنفين الرائعين الذين كانوا أكبر منه حجما أو ربما أكبر منه قوة، ومع ذلك هزمهم. لم يستطع، كان لديه المشكل الوحيد هو أديسانيا، وحتى خسارته ضد دوبليسيس ربما كان نفسيا غير قادر، لأنه تمكن تقنيا وذكاء قتاليا من دوبليسيس، خاصة لما شاهدنا الأخير ضد قتالي الذي فاز باللقب ضد ستريكلند. وهنا نأتي لحمزة شيمايف، قتاله ضد مخضرم وإن فاز عليه سيمنحه فرصة كبيرة وأحقية للقتال على اللقب بعد أديسانيا مستقبلا. هنا يجب عليه تدريب جيدا، عليه انتهاج القتال بشكل رائع جدا، لا ينتهج ذلك الأسلوب الذي رأيناه ضد بيرز وضد عثمان قمر الدين عفوا كامارو، يعني الطريقة تلك أنك تواجه ضربة بضربة وتحصل على أهازيج الجماهير والفرحة وما إلى ذلك وتسير في تلك الموجة، يعني سيكلفك الأمر غاليا. حمزات دخل المنظمة بهايب كبير جدا أنه ينهي قتالته في الجولة الأولى، أنه يطغى على جميع خصومه، dominating every opponent، لا يترك مجالا لخصمه للتحرك والتنفس، لكن حاليا يجب عليه معالجة مشكلة التنفس والرتم العالي الذي يقوم به، ثم يتعب في جولات الأخيرة. وأيضا لكي لا ننسى، هذا أول قتال له لخمس جولات، يعني ضد مخضر مثل وايتاكر يمكنك الذهاب لخمس جولة، وهنالك سيغرقك إن لم تكن محضرا تحضير جيد جدا لهذا القتال. ثانيا، لما نتكلم عن مستوياته التي قام بها ضد عثمان وضد بيرنز، هو استهتاره أولا ضد بيرنز بخصمه، ثم كما قلنا دخل موجة الهزاج الجماهير وسيره على ذلك النهج أنه يمتع الجماهير، يعني لن تكون بطل إن متعت الجماهير حقيقة، ستخسر، ولما تخسر هذه الجماهير بالذات التي كانت تهتف لك ستتركك في أول الطريق. رقم 2، كما قلنا وايتاكر لديه قوة وثقة وذكاء خاصة على الواقف، لو تدخل معه بتلك الطريقة التي دخلت في آخر الجولة ضد عثمان أو بيرز ستسقط، خاصة أمام الكومبو الرائع المشهور الذي ينهيه
وايتيكر بليفت هاي كيك، يعني الوحيد الذي نجا منها هو إسرائيل أديساني. كل المقاتلين تقريبا 90% من واجهوه يا إما سقطوا بها، يا إما أثر عليهم، يا إما أخل بتوازنهم. هنا يجب عليك اعتماد على مصارعتك ثم مصارعتك ثم مصارعتك. وايتاكر ليس بالرجل الضعيف على الأرض، يعني هو مقاتل جوجيتسو محترم، مصارع محترم، كان ينتهج المصارع في عديد من المواجهات التي استطاع الحصول على تايك داونز وإن وقام يا إما بالجانب أو يعني مقارنة بحمزة. صحيح ليس بذلك المستوى، لكن أعتقد أن حمزة لن يجد السهولة كما فعل مع المقاتلين الأولين. هذه هي قتالك ضد النخبة، يعني رأينا الصحيح حصل على تايك داون في الجولة الأولى وسيطرة تامة على عثمان، مع ذلك لم يستطع في الجولة الثالثة. بيرز لم يستطع أخذه للأرض بتاتا، كان خايف من الجوجوتسو بما أننا نعلم أن مستوى بيرز في الجوجوتسو هو عالي جدا جدا. كما قلنا لحمزات نقاط ضعف وهي قتاله على الواقف، نقاط قوة قوية جدا وهي الهيمنة على الأرض، الأسلوب المصارعة الهجومية غانون باود الشرس يمكنه من الوقوف مع أعتى الأقوياء. لكن أرى أنه لو فاز حمزات بهذا القتال بمستوى رائع جدا لا يترك للناقدين أي نقطة ينتقدونها، ينهي القتال إن استطاع في الجولة الثانية أو الأولى، لكي لا يقولوا أننا لم نره كيف تحسن في الجولة الأخيرة، يعني الجولة الثانية الثالثة إن استطاع إنهاءه. أنا لا أقول أنه لا يجب عليه إنهاءه في الجولة الأولى، لكن لكي لا يترك نقطة للشك من طرف المنتقدين والكارهين، هنا أرى أنه بنسبة عالية جدا إن فاز أديسانيا سيحصل على القتال يعني. وإن فاز دوبليسيس قد يكون بينه وبين سنيكلند الله أعلم، لكن هذه فرصته. أتمنى أن يحضر جيدا للقتال، أتمنى أن يكون في كامل قواه الجسدية وكامل قواه العقلية، أن يكون الريتم تاعه قد عالجه وعالج مشكلة النفس خاصة لما يسقط في وينخفض في الجولة الأخيرة. هنا إن أتى تقريبا على الأقل 90% من حمزات شمايف الذي نعرفه له نسبة 60-70% سيفوز بهذا القتال. لا أحد ينكر عليه أنه فاز على مقاتل صغير، مقاتل ليس من هذه الفئة، الآن تقاتل بطل السابق لهذه الفئة، بطل تقريبا أقصى كل المصنفين لثلاث سنوات وكان دائما لثلاث سنوات هو المصنف الأول. لو استطعت الفوز عليه تجد نفسك على حافة القتال على اللقب بفرصة احتماليتها 90%. المنظمة تحبك، الجميع يحبك، يحبون أسلوبك المهيمن على الخصوم. أتمنى أنه ينجح بهذا الامتحان وبالتالي ينجح العرض بأكمله كعرض أول في المملكة العربية بمستوى رائع جدا، محطة أخرى جيدة جدا. لدينا أيضا قتال القرصان الأحمر بارباروسا، يعود بعد مستوى جيد جدا، نقدر نقول جيد لجيد جدا في أبوظبي، كان قتال صحيح لم يستطع الدفاع الأرض ضد برونو سيلفا، لكنه كان شرس على الواقف، كان خطير جدا، لديه عدة أسلحة. لو سنرى إن حسن تقنيته على الأرض هذه المرة ماذا سيفعل، يعني كما قلت كارت رائع جدا، أتمنى أن تنجح. تكلمنا بشكل خفيف على الحدثين الرئيسيين، أتمنى أن أعجبكم الفيديو، أرجو أن تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة. نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر. السلام عليكم، دمتم في رعاية الله.